تعال يلا تعال 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 راح اصلك هبل عشان اقلب الثياب خليك مخصوص راسي طاوع تم انفجار سياره مفخخه داخل سوق المحموديه العجله نوع برازيلي بيضاء اللون وتم القاء القبض على منفذ العمليه ومع الاسف استشهد عندنا 10 مواطنين و25 جريح من ضمن العشره طبعا طفل عمره 3 سنين وين بالمحموديه بالضبط؟ داخل السوق طبعا نص يعني وسط السوق سوق شعبي يعني؟ سوق شعبي الساعه بايش هذا الحال؟ تقريبا الساعه 4 20 فوق ال 20 واي والله شمال محمد